صاحبه؟ لا. اه صاحبه كم واحده؟ اثنين. لا متجوز بصراحه. طب صاحبتها قبل كده؟ اكيد. صاحبتها كم واحده؟ كم واحده دي بصراحه صعبه، بس عدد يعني لا باس بيه. اه كتير، بس الواحد بيحب واحده بس. صاحبت ليه؟ مش عارف، بس اكيد وانا صغير يعني كان ليا تفكير غير تفكير دلوقتي، بس يعني لو العمر رجع بيا اكيد ما كنتش صح. عادي يعني هتفسح كده وكده. بتختلف من شخص للتاني، الامر نسبي عادي. في ناس بالنسبه لها الامر ده عادي ما فيهوش مشكله، وفي ناس بحكم المجتمع والعرف والعادات والتقاليد بتقول لا. فراغ. اه مش لاقيين حاجه نعملها. الجامعات، الكليات، المعاهد، ده بقى يعني ما تلاقيش اي شاب غير لما تلاقي لازم مثلا ليه صاحبه اتنين تلاتة عادي. صحوبية الولد والبنت شايفها علاقة حلال ولا حرام؟ لا، في الحلال والحرام هي حرام، انما طبعا مش كل حاجة حرام احنا بنعملهاش. خلينا واقعيين، مفيش حد فينا ملاك. هي مش حرام، حلال. مش نافع يعني علاقة، مفيش قرابة، خصوصا كمان بتتعدى بقى الموضوع، بيبقى في خروج وفي فسح وفي سفر ومش عارف، الكلام ده كله حرام. لو هي في اطار الاحترام تبقى عادي اكيد، انما لو زادت عن الحد غير مطلوبه كده تبقى حرام طبعا. غصب عني لازم انا يعني مثلا يبقى في علاقه مشتركه ما بيني وبين اي بنت. طيب اهلك عارفين؟ عارفين. لا لا خالص، بالعكس ده يعني لو كانوا عارفوا حاجه زي كده كانوا هينفخوني. اكيد ان فيها حاجه غلط يعني. بنتي بتستفاد ايه من الولد اللي هي مصاحباه؟ إيه على حسب الشخص اللي هي مصاحباه. هي لو مصاحباه من اتجاه الصحوبيه بس عادي، ممكن ان هي مثلا بتحكي له اسرارها، في حاجات ما اقدرش انا احكيها لواحده صاحبتي بنت، بيبقى في ثقه اكتر بين البنت والولد كده. انما لو هي مصاحباه عن طريق الحب وكده، دي بتبقى مشاعر مختلفه خالص عن الصحوبيه. زي ما قلت لك بضيع وقت. عادي ما استفدتش حاجه، ماشي واجي واروح اتفسح. في ناس بتبقى ميولها مش كويسه يعني اكيد بيستفاد بالطريقه اللي انت فاهمها، وفي ناس بتبقى علاقتها يعني عاديه يعني لا تتعدى حدود، ان هو مثلا بيساعدوا بعض في حاجه، في بروجكت، في شغل. كل واحد ليه وجهه نظر بيعرفها للتاني. مثلا بتكتشف ناس جديده، هي بتعرفك على ناس وانت بتعرفها على ناس، في حاجات كتيره بتكتسبها من الصحوبيه. طب هل ممكن البنت اللي بتصاحب ولد تتجوزه بعد كده ولا هو مجرد صحوبيه؟ اكيد طبعا لو بيحبوا بعض والاتنين متفقين، ايه المانع ان هم يتجوزوا؟ اكيد لو كلمت واحده بحبها اكيد هتجوزها، بس في فرق بين الصحوبيه وفي فرق بين الحب. لما اشوفها تمام وكويسه معايا اتجوزها، ما اشوفهاش تمشي مع حد ماشي. بص في الاول في الفتره انا كنت مصاحبها فيها كنت طبعا عايز اتجوزها ومش عارف، بس دلوقتي لا طبعا، لما بفتكرها مش عايز اتجوزها. اه طبعا لا لا ليه، طالما حبيتها خلاص. في فرق ما بين المصاحب والمؤنتم؟ المؤنتم لا، هو الاثنين واحد. في فرق بين المصاحب واللي بيحب. الصحوبيه بتبقى الكلمه حتى تجاه الصحوبيه بس، انما اللي بيحب ده تبقى علاقه مختلفه خالص. يعني ان انا اكون مصاحب حد وان انا اكون مانتم مع حد حاجه تانية خالص. الانتيمه دي بيبقى لها نظام تاني والصحوبيه بيبقى لها نظام. الانتيم دي تقريبا بتبقى العلاقه اكبر شويه من حته الصحوبيه، يعني ان هم بقى اكبر من اتنين صحاب يعني. الصحوبيه حاجه والانتيمه حاجه تانية خالص. انت مانتم ولا مصاحب؟ خلي بالكم تغيير المصطلحات دي مهمة جدا جدا، لان احنا علشان نتكلم في موضوع عندنا كده مثل في الصعيد في مصر يعني يقولوه في الصعيد، يقولك سمي ابنك عشان تندهله. كمان لما نيجي نتعامل مع مشكلة حتى في علوم القيادة او الادارة او حتى في الصحة النفسية، يقولك لازم نعرف اسم المشكلة ايه، يعني سمي المشكلة عشان نلاقي حلها، عشان نجيب اسبابها، علشان نعرف احنا ايه الموضوع. فلما نقعد نغير في المصطلحات هي في النهايه هي نفس الموضوع. لا اصل الانتمه غير الصحوبيه، اصل الصداقه غير الصحوبيه، اصل ان هي تبقى قابلز غير الصحوبيه، اصل الحب غير. تغيير مصطلحات في النهايه ايه بقى الموضوع؟ ان هما في النهايه بيصاحبوا بعض. طيب كمان قبل ما اعلق على بعض الكومنتات اللي جات لنا من التقرير ده، انها مهمه جدا لازم نقف عندها، هنطلع للاستبيان ونشوفه مع بعض، واختاروا لنا قولوا لنا شايفين ايه في موضوع الصحوبيه بين الولد وبين البنت. ليه انتشرت الصحوبيه بين الولد وبين البنت؟ عندنا اربع اختيارات. الاختيار الاول تسليه وتضييع وقت، رقم اتنين، وعلى فكره دي اتقالت كتير في التقرير، رقم اتنين موضه العصر، يعني انا بتواكب مع العصر ومع الموضه، ثلاثه حريه شخصيه، انا حر محدش يكلمني في موضوع انا حره فيه، اربعه تمهيدا للزواج، يعني انا هتجوز بعد العلاقه دي انا هتجوزها تقريبا. طيب الحقيقه لازم اقف عند كلمتين مهمين جدا، الصحوبيه واختلاف المعاني اللي هي انتمى ولا حب ولا
في النهاية هي علاقة بين ولد وبنت. أنا عارف إن في ناس من اللي بيسمعوني دلوقتي هيعتبرونا أنتوا بقى بتصعبوا كل حاجة ومش كل حاجة دين ومش عارف إيه. على فكرة بالمناسبة يعني هي فعلا كل حاجة دين، وما عايشين ليه يعني، هي فعلا فعلا الحقيقة كده. بدليل لحظة المرض الطبيب يعمل العملية وإحنا واثقين في إمكانياته وقدراته، والعلاج هيجيب نتيجة والأشعة والتحاليل، ولكن في النهاية بنقول يا رب ماليش غيرك، دين أهو دين. لما نيجي نموت بتلاقي كله سابك إلا ربنا، فلوسك اتسابت، الأهل، محدش، كل ده مش هينفعك إلا ربنا. يعني بقى دين برضه، هندخل القبر بقى دين، فين دينك؟ ما دينك. هنروح يوم القيامة عملت إيه؟ ها هتتحاسب، هتتسيل، يبقى إذا دين. عشان كده اللي يحط يا جماعة الحياة بتتقاس كده. أنت لما تيجي تقيس الطول بنقيسه بالسنتيمتر، لما بنيجي نحط العربية بنزين بنحطه باللتر، لما بنيجي نمشي مسافة بالكيلومتر. ما ينفعش اقيس الطول بتاعي بالفولت، ما ينفعش اقيس مثلا العربيه هتاخد كام لتر بنزين اقول له لا اديني 15 واط بنزين، لا. كذلك الحياه بتتقاس بايه؟ صلى على النبي طيب صلى الله عليه وسلم، بتتقاس بالدين اللي هو حسنات وسيئات، جنه ونار، حلال وحرام، خير وشر، حق وباطل. هي دي الحياه. حد عنده معنى تاني للحياه غير دي؟ نجاح وفشل، ابتلاء ويعني صبر وابتلاء ونعم وشكر ورضا، هي كده، هي دي الحياه. فعشان كده لا الحياه دين. اه طبعا طبعا. في من ضمن التعليقات قال لا انا لازم اكون مصاحب، ولما تساله حرام ولا حلال في حد كان صريح مع نفسه لا طبعا هي حرام، هنتكلم في حلال وحرام، حرام. وفي ناس قالوا لا حلال. السؤال ليه تتجرأ على دين ربنا سبحانه وتعالى وتقول ان ده حلال؟ فين علمك؟ فين دليلك؟ فين؟ ولا انت بتبرر لنفسك اللي انت بتعمله؟ خلي بالك لو كل الناس دي قعدوا لك حلال حلال حلال، هم ليس اهل علم، ليس اهل فتوى، وانت عارف ان من جواه حرام، انت عارف وحضرتك عارفه، بس انا خدت برايهم برضو. طب ولما قابل ربنا هيقول لك انت عارفه انه كذا حرام، وانت ليه وفيت على كلامهم؟ مش هنقول يا رب اصل انا كنت عايشه معاهم بقى، او يا رب اصل انا كنت يعني بقضيها. لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يكونن احدكم امعه؟ يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت. الناس حلوة أنا حلو، الناس وحشة أنا وحش، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا، يعني فلا تظلموا أنفسكم. فده مقياس الحلال والحرام. برضو نقطة وحب ولا صداقة ولا صحبية، في النهاية هي علاقة بين ولد وبنت. يعني إيه بنت بتقول لا أنا هحكي أسراري لصاحبي أكتر ما أحكي أسراري لزميلتي؟ مين الشخص ده اللي انت تأتمنيه على سرك؟ ده يمثلك ايه؟ مين اسمه ايه ده؟ يعني ده مين في الكتالوج بتاع الحياة بتاعك؟ ده مين؟ صاحبك؟ صديقك؟ ما عايزين اعراب ليه؟ عشان كده ده دور مهم جدا لكل واحد فينا يفكر تاني. اصل طب انا ممكن ما اكونش بقول اسراري، طيب طب بحكم بقى الشغل اللي هو انا مثلا في مدرسة في جامعة، ففي طبعا ستات وفي رجاله وفي بنات وفي صبيان وفي في شغل، دي علاقه عمل، علاقه عمل يعني علاقه موجوده في اطار العمل، في اطار الجديه، في اطار الكلام اللي له سبب. انما انا بتكلم على الجامعات النهارده لما بننزل نعمل محاضرات وندوات بنلاقي اتنينات اتنينات اتنينات. طبعا الموضوع بيتطور بقى، اللي ماسكه ايد على الكتف على مش عارف ايه، وانتوا عارفين الكلام ده كله. ومفيش حاجه اسمها ان الحاجات دي مش هتتطور، لا هتتطور. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. يعني إيه ثالثهما؟ يعني كده كده هو معاهم، فما يجيش يقول لي لا 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 أنا بص يعني إيه، أنا عارف حدودي وهي عارفة حدودها. أنا عارف، ما هو مع الوقت الشيطان هيقعد يدوب ثوابت وهيدوب أصول وهيدوب الحدود شوية 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 عشان يعمل إيه في الآخر؟ عشان يحدث اللي هو عايزه بقى، اللي هي علاقة بقت. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا تحذير واضح، الإيد بتزني وزنا الإيد اللمس، العين بتزني وزنا العين النظر، غير بقى الزنا بنفسه يعني عموما. طب ما انا بعمل حرام كتير بقى جات على الصحوبيه يعني. طيب بتعمل حرام كتير وبينك وبين ربنا وممكن تتوب منه وتستغفر ربنا يقبل، انما ذنب زي ده انتهاك حرمات، ذنب زي ده كبيره من الكبائر، ذنب زي ده انت تعديت على امانه الغير. ترضى ده لابنك؟ لو انت ام ترضى لابنك انه يصاحب بنات؟
في طبعا السؤال الناس فاهمه ان انا غلطت فيه، لا انا قصده ترضى لابنك يعني يا صاحب بنات، وكمان السؤال المعتاد ترضى بنتك تصاحب ولاد او تتفاجئ انها ماشيه معاهم بغض النظر اسمهم ايه او هم مين. هي دي الغيره يا جماعه، الغيره النخوه، الغيره والنخوه، لان ده بيدخل في جزء صعب اسمه الديوث. مين الديوث ده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على عقابه الشديد، من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه، لا يغار على عرضه، ما بيغيرش على عرضه، على بنته. مين ده الغريب اللي عنها اللي يكلمها ولا يبص لها ولا يضحك معاها ولا يعرف سرها ولا يصاحبها ولا فين الغيره؟ وانت كولد فين غيرتك على حرمات الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله تعالى يغار، ربنا بيغير على الحرمات، يغار عز وجل، ان الله تعالى يغار. قال وكيف يغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ان ياتي المرء ما حرم الله، ربنا دي حرام فانت تعملها، ترضى نفسك تمشي مع بنت ولا تصاحب بنت ولا تقول لها كلام حب ولا تمسك ايديها ولا تحط ايدك على جسمها ولا ولا او العكس؟ ما هي في الاخر ده ذنب مشترك، فخلي بالكم من ده لانه مهم جدا جدا جدا.